البيان الأول لمعركة القادمون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، بفضل من الله تعالى تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمعركة القادمون التي بدأت منذ الأول من الشهر الثامن للعام الجاري بقوى التشكيلات التالية: أولا هيئة حماية المدنيين، ثانيا ألوية الفاتح محمد الثاني، ثالثا كتائب الفاروق الإسلامية، رابعا كتائب فاروق سوريا، خامسا لواء التوحيد، سادسا لواء شهداء السلمية. وقد من الله علينا في هذه المرحلة بتحرير 23 قرية في اتجاه حمص، وهي عقيربات، سوحة، عكش، رسم العبد، خطملو، النعيمية، الخضيرة، رسم العوابد، أميل، الحردانة، سلام، قهوجي، حمادي عمر، رسم الضبع، مكيمن الشمالي، مكيمن الجنوبي، مسعدة، مسعود، أبو حنايا، أبو حبيلات، خليب الثور، الخريجة، والسعن. كما تم تحرير عدد كبير من الحواجز العسكرية للعصابات الأسدية واغتنام عدد من المدرعات والأسلحة المتوسطة والفردية وقتل عدد كبير من جنود وشبيحة المجرم بشار. ونبين أن معركة القادمون منتشرة بمواقعها على معظم الأراضي السورية في الجبهة الشمالية والجبهة الساحلية وجبهة حمص، هدفها القضاء على زبانية الأسد ونصرة أهلنا في حمص عاصمة الثورة. وندعو كافة كتائب المجاهدين للالتحاق والمشاركة بهذه العملية، والله الموفق وعليه التكلان. تكبير، الله أكبر.